بعدها هنعمل بقى دلوقتي مع بعض عجينة الكراب اللي هنطلع منها برضو حاجات ايه لطيفة وظريفة جدا. محتاجين علشان نعمل عجينة الكراب كوباية دقيق، 3/4 كوب حليب، نص كوباية مية، 3 معلقة كبيرة زبدة سايحة او زيت، معلقة كبيرة سكر، 2 بيضة، معلقة صغيرة فانيليا، رشة ملح. بصوا يعني دي اسهل 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 ديزرت ممكن تعملوه في الحياة، ما فيهوش اي افتكاسة ولا اي حاجة خالص خالص. لو اتعبكم بس تجيبولي شوية زيت نباتي تكونوا عملتوا في اختكم خدمة. الزيت النباتي مش زيت الزيتون. يلا نبدأ. انا محتاجه للوصفه دي زبده سايحه، فعندي شويه زبده هنا هسيحها في نفس الطاسه بتاعت الحلقه الوصفه اللي فاتت، عشان خاطر ايه احنا مش هنقعد نغسل كتير يعني منه فيه ده، احنا كمان هنسوي الكراب هنا. شفتوا توفير اكتر من كده؟ عايزه اقول لكم ان انا لما بيبقى ايه عارفين ان هو ساعه الساعه كده 12 واحدة بالليل، لما الواحد بيبقى نفسه في حاجة مسكرة انا اقوم اعمل الوصفة دي على طول، بحبها حب مش طبيعي. طيب هنا انا بسيح الزبدة، مش هعمل لها براونينج بقى زي ما عملنا في الوصفة الاولانية، مجرد هسيحها وابدأ هنا اخلط كل حاجة كده مع بعض. تعالوا نخلط الدقيق وعليه السكر، كمان هنا دي رشة الفانيليا اساسية طبعا عشان البيض، ورشة الملح اللي بتظبط كل حاجة. عندي هنا البيض برضو ايه اكسره هنا، بسم الله حفظنا بقى خلاص، عشان ايه بتحصل ان تبقى بيضة بايظة تبوظ لي الطبخة كلها، يعني حاجة بصراحة تضايق جدا. اهو هنلحق نفسنا ايه يروح مننا بيضة بس ما تروحش الطبخة كلها. ادي البيض وادي الحليب، بس انا بس محتاجة اتأكد، حاسة الحليب ده كميته كبيرة شوية، تأكد كده 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 كده. احنا محتاجين 3/4 كوب حليب، ماشي ظريف. هي الكراب اصلا بتحب تبقى شاربة مية كتير وبتبقى سايلة. تعالوا نقلب كده الخليط ده مع بعض. انتوا متخيلين الوصفة كده خلصت؟ يعني حاجة في منتهى السهولة. اما اقول لكم حاجة سهلة، اسمعوا كلامي في الحلويات. ممكن بصراحة في الحوادق اقول لكم على حاجة سهلة بقى وسريعة، بس تلاقوا ايه الموضوع بيكبر مني، لكن حلويات انا على طول ايه بحب انجز نفسي كده. انتي اهو قلب كده الخليط ده كده حلو كده مع بعضه. استأذنكم ان انا ابص على الكراسون كويس. نديها شوية كمان، نديها فرصتها عشان انا ايه طيب انزل هنا بقى ايه الزبدة السايحة، بسم الله. عايزين تستبدلوها بزيت براحتكم، عايزين تحطوا زبدة وزيت برضو براحتكم، مفيش حاجة ايه تضر خالص او تمنع. يلا قلب كده عشان نشوف خليط الكراب بيكون مفروض عامل ازاي. تمام، ميرسي جدا جدا، بس انا يعني الزبدة عندي هنا كميتها كويسة مش هنحتاج اوي. طيب كمل اللبن هنا لحد ما اوصل بقى ايه للقوام اللي انا عايزاه. زي ما قلتلكم انه كل حد عنده مكون بيفرق، نوع الدقيق هنا بيفرق، ممكن يكون عندي بيشرب مية كتير فاحتاج ازود اكتر من الكمية اللي احنا قايلينها لكم، وممكن يكون بيشرب مية قليل فيحتاج مية اقل من اللي احنا مستخدمينها. تعالوا ايه بق مية صغنن كده. عايزين تكملوها على فكرة بالحليب براحتكم، يعني لو مش عايزين تزودوا مية وتخلوها حليب براحتكم، بس انا معرفش كده احب ايه اخلط ما بين الاتنين عشان ما تبقاش يعني كيكة كده في نفسها قوي. قلب كده بس ايه. طيب يفضل طبعا 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 ان احنا نسيبها ترتاح شوية. هنشغل النار هنا، نسيبها ترتاح كده هنا المفروض شوية قبل ما نستخدمها، بس احنا ايه عشان الوقت خلونا ايه نشتغل كده على طول مع بعض.
انا القوام ده كده بالنسبه لي كويس. بصوا يلا اهو قوام سايل كده، يعني ده اللي يفرقها طبعا عن البانكيكس، ان هي القوام بتاعها بيكون سايل، عشان ايه تتزحلق معايا كده على الطاسه عشان نعمل الكريب. خلينا كده نوضب الدنيا هنا سريعا. بص على الكرواسون كوكي تاني، معلش بقى انا بخاف الحاجه ايه تتلسوع مني، فايه نديله فرصته. يلا طيب خلونا بقى هنا ايه نبدا نسوي الكراب. الكراب من الحاجات برضو ايه السهله في التسويه، ما فيهاش يعني عقد كتير، بس خلونا نعملها مع بعض. ممكن اول واحده ما تظبطش معانا زي ما بيحصل في البانكيكس عادي. الكبشه بتاعتي فين؟ تسرقوا انتوا غاويين، تسرقوا حاجتي، غاويين تاخدوا حاجتي. استخدم الكبشه العريقه بتاعتي. طيب طاسه هنا سخنت اوكي، وانا اصلا هنا كنت مسيحه الزبده، فهي ايه واخده وش الزبده الحلو بتاعها، بس انتوا لو مش في نفس الطاسه فتدهنوها كده دهنه زبده خفيفه. اخد كده الخليط ده ونشوف كده، عايزه اخففه سنه صغيره. معلش معلش معلش، اصل هو اصلا كل ما يقعد يشرب، ف معلش اخففه بس كده شويه. كده 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 حلو، يلا بينا. اه كده القوام بالنسبه لي احسن، بص كده القوام بالنسبه لي افضل بكتير. يلا بينا ناخد بقى هنا كده كده واعمل كده. ما ينفعش تتثبت يا فندم، هي لازم تتعمل كده. اهو خلاص اهو، بحط شويه في النص واقعد احرك ايدي كده لحد ما ايه لحد ما تفرش. هنعمل تاني مع بعض ونظبط كل الحاجات دي. نقعد كده ننظف كده الدنيا هنا. بسم الله. يلا نجيب السباتشيلا. زي ما قلت لكم طبيعي اول واحده تطلع حزينه جدا جدا جدا، عادي خالص ولا يهمنا. لما نقلبها بقى هتشوف انها ممكن تبقى حزينه، بس احنا ايه بصوا بقعد بس بالسباتشيلا كده اعمل كده ليها تستوي. يلا حالا 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 بس كده. بص بص على الكرواسون، بص على ما نخلص الكراب الكرواسون هي ايه هيبقى جميل وحلو. شوف كده بس بقى لما اقلبها انت هتفهم، بس هي هتتقطع مني غالبا. بس احنا ما بنرميش حاجه، حتى لو باظت احنا لا ما بنرميش حاجه. يلا بينا. لا لا مستحيل اول واحده دي تتحرق، ممكن اللي بعدها تتحرق. يلا شايف بقى حزينه ازاي، هي اول واحده لازم تطلع حزينه كده. بس احنا ايه عشان ما نهدرش حاجه هنسيبها تقعد تتحمر كده ماشي. وخلوني اقول لكم كده بقى واحنا ايه بنسوي الكراب الجميل ده، اقول لكم احنا الكراب ده هنعمل بيه ايه. احنا محضرين هنا عجينة الكراب الجاهزة هنحتاجها، لان احنا هنقدمها لكم النهاردة بشكلين. هنعمل الكراب رول، وده اتشهر برضو في الفترة الاخيرة جدا في المطاعم هنا في مصر، مطاعم الحلويات، وانا شخصيا بحبه جدا جدا. بيبقى كراب محشي ايس كريم وعليه صوص، بس مش هقول اكتر من كده.
وكمان هنقدمها لكم بشكل تاني وهي الفتتشيني كريب. الفتتشيني اللي هي المكرونة الفتتشيني الشرايط التخينة، بنجيب الكريب ده كده ونقطعه ونعمله بشكل المكرونة وعليه صوص، برضو حاجة ايه جميلة جدا جدا جدا. طيب انا هنا عايزة اشيل دي عشان نعمل واحدة تانية، ايه رأيكم؟ تمام، نجيب طبق 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 الأطباق. يلا بينا. يلا بينا. طيب تعالوا نعلي النار شوية. اوكي ناخد بقى ايه شوية كده من الخليط ده وننزله كده ونقلب. ماشي، ممكن ايه ازود كمان شوية كده تساعدني. شايفين الخليط كل ما قعد كل ما تقل ازاي؟ وانا مش عايزاه بقى تقيل كده خالص، انا عايزاه يكون اخف من كده. فانا لما اسيبه يرتاح كده نص ساعة مثلا ولا حاجة، واجي ان انا ابص عليه الاقيه تقل بالشكل ده، اقوم مزوداله شوية مية تاني مخففاه. انا كده نعمل كده. تمام، نخلص دي كده. بصوا بتبدا ان هي ايه تنشف، احس انها نشفت خالص، ومش محتاجين طاسه كراب، يعني مش شرط ان انتوا طاسه الكراب الخاصه يعني خالص خالص. عايزين بقى تدوها تحميره زياده، اوكي، عايزين تسيبوها كده بيضه شويه برده براحتكم. اوكي بس كده، حلو قوي 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 قوي. بصة أخيرة على الكرواسون كوكيز. أوكي كويس إن أنا بصيت عليها. ها كده بقى تقعد هنا تهدى، نقفل الفرن، حاضر يا فندم. أفندم طيب احنا ممكن نقدمها اصلا خلاص، ايه رايك؟ فكره ظريفه. بصوا الكريبايه الحلوه دي كده خلصت. اوكي طلعها كده ونطفي النار هنا ونقدم الكرواسون الحلو ده. عنديش ورقه زبده، مش مشكله، نحط كده البورد ده كده. ايه لو في ورقه زبده تدينا كده تكستشر لطيف؟ مفيش مفيش، لا خالص، نجيبه كده زي ما هو على طول. بصوا بقى جماله وحلاوته. يلا بينا، ما انا هقدم، انا هقدم. بصوا الكرواسون حلاوته فظيع فظيع وسهل، يعني انتوا شفتوا بنفسكم عجينة كوكيز وكرواسون قديم عندي بايت واستخدمه على طول. يلا نقدمه ولا ايه؟